ورجعنا لفقرة الضيف. ضيفنا ضيف مش عادي، ضيفنا يعني مؤدب جدا لدرجة الخجل، ضيفنا بيدافع عن المرأة بحرقة، ضيفنا مخرج عظيم، ضيفنا يجي يقعد معانا وننفسن على بعضينا كده وتشوفه هو قد ايه بيحب الستات، اخو البنات ابو البنات، الاستاذ حسن عيسى. ايه الكلام الفظيع؟ انت اللي جميل. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. كنت عايز اقف شويه، استنى الكلام الحلو ده عجبني الكلام. لا، عايزين بقى الناس تشوفك وتطمن الستات ان في وراهم ده. الستات مش محتاجين ظهر، الستات هما السند لوحدهم. صح كده. والله عملت يعني بخبرتي، اولا انا راجل عجوز نسبيا، بتفاجئ دايما الست دايما مبهره، عندها قدره على الابهار. او استاذ بس معلش، يعني انا عايزه اقف عند كلمه عجوز، يعني حضرتك سابق حياتي. انا ممكن اعيط في كلمه. لا انا عايز اعرف الدرجه، درجه السابقه ايه؟ شعر ابيض اهو في الجنب. لا بس دقيقه قوي، انا كرهتك يا هيلي. بدري اكملي. لا، وفتحه الصدر دي مش بتاعت راجل، دي بتاعت سن. لا لا لا، دي ازمه منتصف العمر. لا بجد، دايما الست المصريه بالذات وقت الازمات بتبهرك بموقف ما يكونش على بالك متوقع خالص. يعني حتى من ايام الثوره 25 يناير لغايه دلوقتي، طول الوقت بتتفاجئي ان هي عندها مش عارف اقول جلد. جلد، برافو عليك، هي دي اللي كنت عايزها. جلد، وبتفاجئك يا مهما قلت يا بنتي دي يا صدى اللوعه، اصلها خايبه، اصل هي ما عندهاش خبره، اصل اعتمادها دايما على باباها على جوزها. وقت الجد بتلاقيها لا، سند سند، اصل سند مرتبط حضرتك بالرجاله. يعني انا عايز اقول لك، بحكم الافلام التسجيلي اللي عملتها عن المراه، حضرتك عملت 16 فيلم تسجيلي عن المراه، عن المراه. 60% من المراه المعيله، 60% من البيوت المصريه والسوري بتصرف عليهم مرأة. ست طبعا. 60% اللي هي بنسميها المراه المعيله، وده المكتوب على الورق. ده المكتوب على الورق، يعني بالاضافه انه في اكتر بكتير. يعني الصرف كامل، تحمل مسؤوليه كامله، يعني هي الراجل، هي الراجل، و40% مشاركه. لا ما اعرفش، ما بقدرش. بتشتغل مثلا وبتصرف؟ لا مش شرط. لا لا، يعني ممكن تبقى 40% برضه من الرجاله، بس هي الفكره الشغالات. برافو عليك. الطبقه الفقيره قوي هي اللي بتشتغل وبتعول للبيت، ده حقيقي. ومن غير شعارات، من غير ما تتشنج، من غير ما تتعصب، هي بتتعامل على ان ده الطبيعي، واجبها في الحياه. صح، زي ما هي واحده واجبها في الحياه انها خلفت، ما فيش شخص انا قلت اصل انا بقعد 9 شهور حامل، اصل هي بتتعامل على ان دي حاجات طبيعيه، حاجات طبيعيه كمان ان عندها اولاد لازم ياكلوا، لازم يشربوا، ولازم يتربوا، فبتصرف عليهم. طب السر بقى، ايه سر حبك للمراه واحترامك الشديد ليها في مجتمع ده مش بيحصل فيه كتير؟ اولا دي بالفطره، ده مش سر خالص. ثانيا يعني هي اصلا مشاركه، بس انا دايما احس ان المراه في مجتمعات الشرقيه بالذات مهضوم حقها. يا اما مره بعادات وتقاليد، يا اما مره نستخدم سلطه دينيه، سلطه اجتماعيه، يعني دايما المراه عليها ضغوط اكتر من الضغوط اللي على الراجل. بس امتى لاحظت الموضوع ده وقررت؟ انا لاحظت ان انت جميله جدا. ربنا يخليك يا رب. بس لو اتكلمت هتكره نفسك. حياتي نفسها كده. هي بس اللي بتكره نفسها من الغيره مش اكتر. لا انا بثق في اختصار اكتر. يا بنتي ليا باع في مصر جامد. طبعا لينا، انت هتقولي لي ارضيه جامده قوي. سنين لوحدها كفايه. بقول لك انتصار قالت في خلاص، قالت السنين لوحدها كفايه. انا جاي اهدي النفوس، انت عارفه طبعا مفيش نفسانه خالص. انا نتفق ان الرجاله نفسانتهم اشد من الستات. اقوى. انتصار عايشه الدور. انا مش عارفه ليه. يعني هي عايشه دور كده وواضح انه في حاجه غلط، فبس مش اكتر، مش هقول حاجه اكتر من كده، انا بقول كفايه في الحلقه. العلاقه بين حبيبه وانتصار بتفكرني بالعلاقه بيني وبين انتصار اول ما بدات البرنامج. عادي يعني، هي برضو حبيبه لازم تاخد نصيبها الجميل يعني. العلاقه بين انتصار وحبيبه في التصاعد، وتبتدي تتصاعد لحد ان شاء الله ما واحده فيهم هتجيب شعر الثانيه، وعلى ما اظن انتصار هتفرم حبيبه، لان حبيبه ساعتها هتقول لها ايه؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ما ياكلش معانا.
عايزه ارجع بقى للماضي شويه وعايزاك تقول لي حب الاخراج وحب الفن وحب ورثه من حد ولا هو بدا معاك لوحدك؟ لا لا خالص، انا من عيله قضائيه خالص يعني قضائيه جدا مش خالص. مفيش اي حد في العيله فنان حتى رسام؟ لا 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 حتى لا لا لا. اصل الفن مختلف. طلعت انا بتكلم اكتر منكم. انا قلت حاجه ده سؤال. فنان خلاص بس لا مفيش حد في العيله فنان. لا هي بتبقى بالفطره، ممكن انتوا تبقوا فاهمين بجد لان انتوا ممثلات برضو، مش بالضروره ان حد في عيلتكم كان ممثل. هي فجاه بتحس انك بتسمعي موسيقى فبتحبي انك تسمعيها او تعزفيها حتى لو انت مش موسيقى او ترسمي وانت طفله. طب انت ليه عايز تبقى مخرج؟ والله انا مارست كل وانا صغير مارست كل العناصر الفنيه، يعني كنت بكتب، كنت في الاذاعه المدرسيه، كنت في برسم، كنت بعزف موسيقى، حبيت كل حاجه بس ما حبيتش ابقى متخصص فيها. فلما دخلت ثانوي حسيت ان انا حابب الموضوع كله، ودي مهنه قريبه لمهنه الاخراج اكتر. يعني انا احب مع الممثلين نعمل بروفات، نعمل اوجه الممثل، احب مع المؤلف يعني نتناقش في قضيه معينه، احب في الديكور يعني، لكن ما احبش ابقى متخصص في عنصر معين. طب كنت عايزه اسالك على فيلمك اللعب فوق جبال النوبه. ده كان فيلم رأي قصير. واحكي لنا بتفاصيل عنه. ده اول فيلم اخرجته على فكره، ده من زمان قوي عشان كده الناس بتتسابق بقى. ما خلصش السنه كده. كان بطولة حنان مطاوع. ده كان تاليف قصه ادبيه للاستاذ علي ادريس، ادريس علي سوري الله يرحمه. هو كان بيتكلم على حريه المراه برضو و ازاي ان البنت بتتعرض لعمليه الختان، بس مش الختان المادي، كمان ختان معنوي. ان كل شيء ممتع للمراه بيجرموه وبيحرموه وبيجردوها منه كانت دي الموضوع اللي كان مهتم بيه قوي، لان من 15 سنه كمان كان الموضوع مطروح بشده، لان كانت لسه بدايات نرجع المراه للبيت. طب الست عوره، البيت حرام، البنت مش عارف ايه. كانت دي موضوع الفيلم، ان بنت باباها نوبي ومامتها قاهريه، وبعدين قالوا لها في وقت بدات تكبر اللي كانت تسن حنان مطاوع يعني، لا دي البنت لازم تتجوز واحد نوبي حسب عاداتهم وتقاليدهم. فده اول قهر، فبيرحلوها من القاهره للنوبه عشان تتجوز واحد نوبي. ففي النوبه بداوا يقيموها تاني بعادات وتقاليد اللي هي طلبت عليها في القاهره، فبداوا يشوفوا انها منحرفه برغم ان هم مش قادرين يتقبلوا الانحراف، الاختلاف يعني الاختلاف اعتبروه انحراف. فبداوا طول الوقت يتجنبوها، يتعاملوا على انها بنت مش كويسه، اخلاقها سيئه. فالبنت ما بتلاقيش غير ولد صغير تصاحبه عنده 10 سنين، فبيبداوا يحسوا ان في البنت دي مش مظبوطه، فلازم يتعمل لها ختان اقوى من الختان الاولاني. والختان النوبي او السوداني عنيف جدا يعني، اعنف من اللي بيحصل في مصر. فالبنت بتتعرض لعمليه الختان وهي عندها 20 سنه. فكان موضوع فيلم انا اتحمست له بصراحه، وكان دي بدايات اهتماماتي بالقضايا المراه. اتهاجمت والموضوع ده لحد لا الموضوع ده لحد دلوقتي موضوع المواضيع دي لما انت بتناقشيها بتبقي اول حاجه انت عينك على الاجانب، عينك على المهرجانات بره، عينك انت بتعمل حاجه علشان ترضي الاجنبي، ترضي مش بقيت عميل مره واحده عميل. على طول لسه هقول دي اللي اسهل اتهام دي. بالظبط كده يعني شماعه. برافو عليك، شماعه الاختلاف. يعني المفروض انت ما بتناقشيش اي قضيه في مجتمعك علشان اصل ده الاجنبي بيحب يشوف الاجواء دي. ده الانتاج مين بقى؟ ده انتاج القنوات المتخصصه في التلفزيون المصري. طيب يعني جهه حكوميه اللي انتجته؟ ما هي الجهه الحكوميه عامله برضه القنوات المتخصصه، هي ليها فكر مختلف عن التلفزيون كله. عملت افلام جيده جدا كمان في العشر سنين اللي فاتوا يعني. ايوه بس الموضوع ده من يومين كان عامل شوشره كبيره قوي، لما مش فاكره التفاصيل دلوقتي، بس لحد دلوقتي ده موضوع مهم وبيحصل. فيعني هي للاسف المجتمع في حاله ريد طول الوقت بيرجع تاني وبيفقد ارضيات كنا وصلنا. بس احنا موضوع الختان ده قتلناه باحسن بقالنا زي 5 سنين في كل الاجواء وكله كان عليه عيش. أيوه. بس في ما حصلش اي تغيير. لا لا حصل تغيير. لا في ستات كتير بناخد خطوه كل خطوه ونرجع خطوه. ما طهرش ولاده. لكن الاجيال اللي بعد كده حصل ما انا بقول لك ما بيبقى في عادات وتقاليد وفي الصعيد والفلاحين بعض الفتاوي الدينيه يعني انت عارفه في لخبطه في حاله لغايه دلوقتي زي ما انا مش فاكره مين بالظبط طلع من يومين وقال انه عشان لازم يبقى في خيانه عشان الرجاله في مصر
دي اغرب يعني الموضوع لحد دلوقتي مهم ممكن يكون هو بس هو كان فاهم حاجه غلط دخل فيها موضوع الختان الموضوع دوت عشان ده هو كان عايز يتكلم عن المنشطات الجنسيه فربط بيها موضوع الختان بس هو ما كانش المفروض يفتح موضوع هو مش فاهم فيه بالظبط يعني دي برضه ازمه انك تفتحي موضوع يعمل بالبلد بس اتطورنا فيه كتير قوي بسبب الافلام اللي زي بتاعت حضرتك يا رب والتقارير اللي جت من الشارع والاعلانات التلفزيونيه طبعا في حملات اعلانيه زي ما خدنا شوط كده نتكلم مثلا عن ترشيد المياه حبوب منع الحمل الاسره الصغيره تسوي حياه افضل يعني كان في انا فاكر مره صغيره كنت فاكر على ماما كريمه مدام كريمه مختار فاكر اللي هو اللولب وبرشام ايوه وحسن عبدين كان فتره عمل برضه وحسن عبدين وقلاد البيهارسيا محمد رضا ايوه يا برافو عليك دي حملات وحسنين ومحمدين فاطمه عيد طيب نطلع فاصل نرجع نكمل فقراتنا استنى موظف التلفزيون طيب انت اول ما توظفت تعينت في القنوات المتخصصه اول ما فتحت لا تعينت في قطاع الانتاج وقعدت شويه وبعدين رحت تعينت في القنوات لما فتحت المتخصصه قعدت 10 سنين تقريبا طيب انت ايه احساسك بقى وانت موظف التلفزيون هل حاسس ان ده كابت انطلاقك كمخرج فطلعت همك في الافلام الوثائقيه ولا حاسس ان ده مكانك الطبيعي اولا الافلام الوثائقيه ده مش حاجه وحشه ولا عيب بالعكس انا بقول لك طلعت همك انا مش بشرع همك يعني انا لو بحب فعلا من هنا لا يعني فرحت نجحت هنا اطلاق اصل هو الشائع ان الفيلم الوثائقي ده او الفيلم التسجيلي حاجه دمها تقيل ماده دمها تقيل او مرحله لغايه لما تعمل دراما يعني تعرف دايما مرحله انتقاليه مثلا دايما وما تلاقيش دايما في جهات كتير بتذيعه او بتعرضه بما فيهم التلفزيون المصري نفسه اللي هو بينتجه يعني مش موجود مجاله مش موجود ودايما عند حاله يقول لك اصل انا في الاول عايز اعمل افلام تسجيل لغايه لما اعمل فيلم طويل او مسرح او سينما او تلفزيون يعني دايما عند الناس في قناعه كده ان فيلم التسجيل دي حاجه دمها تقيل حاجه ماده ستاتيك كده ومش مش جذابه حتى بمرور الوقت هي تاريخ الامه يعني بجد هي اللي بترصد تاريخ الامه انت لما تشوف دلوقتي افلام مثلا عن الملك فاروق او عن فتره ثوره 19 وبتبقي مستمتعه ان انت بتتفرجي على يعني في دلوقتي قناه جديده نزلت في القنوات المتخصصه ليها بس بيرو زمان انا شخصيا بتفرج عليها مستمتع جدا اتفرج على ناديه لطفي في انترفيو اتفرج على سعاد حسني كنز فظيع انا بقولك انا امبارح شفت يوسف السباعي مستضيف سعاد حسني وبيقول لها انت موهبتك اكبر من الافلام الكوميدي انت ازاي حاصره نفسك في المواضيع البسيطه دي انا طبعا بالنسبه لي انا سعاد حسني الاسطوره يوسف السباعي سلوى حجازي ام كلثوم بتستضيفها اتفرجي على سعاد حسني وهي لسه بنوته صغيره والاستاذ يوسف السباعي بينصحها انها تعمل افلام مهمه وهي عامله اهم افلام ما كانتش لسه عامله كانت لسه في فرحه في فتره احمد وشفت رمزي ليلى رستم لما كانت بتستضيف احمد رمزي لما قالت له يا روحي عليك برضه بمناسبه السلسله قالت له السلسله الزرعي ايدي اللي في صدرك قال لها المدام بتخاف عليا من الحسد واو التاريخ بيعيد نفسه بخاف عليك من الكتاكي ريشه 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 بجد بجد يعني قعدتك معانا اسعدتنا لو سمحت انا بطلت الفيلم الوثائقي الجاي اتفضلي لا نعمل مسلسل يا استاذ لا او حلقات منفصله متصله كل واحده فينا بطلت حلقه بالظبط احسن كلكم مع بعض عشان نعمل وقت عشان نقطع بعض نقطع بعض لا والله انا سعيد بيكم جدا وانا ما قلتليش مبروك على مسلسلك بتاع السنه اللي فاتت اللي هو بتاع نيلي كريم اللي هو ذات او كنت مبهره فيه بشكل فظيع يعني هو انا ما ابهرتكش بذات انت مبهره في كل الادوار شكرش نفسك معايا في نفس الليل خدي الريشه تاني لما يكون حد بيتكلم معايا حوالك الانبهار دي منين بس لا انا انبهرت ما ده تمطعد لان هي عملت سن اكبر من سنها انا بدات عملت مرحله سنيه كلنا كذا مرحله سنيه كلنا عملنا مراحل سنيه لا حبيبتي مش زي مراحلي انت هتحطي نفسك في كفه واحده معايا ولا ايه ما تفيها بدري والى هنا انتهت الحلقه النهارده لحد ما نتصرف انا وانت انا واضح ان انا جاي خلصت حلقتنا استنونا في حلقه جديده من نفس لا مش بالغمز على فكره بالغمز